الابتسامة هي منبت الأمل وروح الحياة، من أجمل الفعاليات اللي اليوم حضرتها وكنت حريص على حضورها. العيادات تبتسم، هذه الفعالية موجودة بمستشفى القطيف المركزي وراح يكون نهايتها إلى يوم الخميس. خلينا الآن ناخذ جولة نتعرف على هذه الفعالية. أنا بدر الأمرد، عيادات خارجية ومستشفى القطيف المركزي، فيها مبادرة ابتسم تحت عنوان العيادات تبتسم. جهزنا فيها عدة أركان تهدف إلى زرع الابتسامة بين الموظفين وبين المراجعين وخلق بيئة عمل أفضل إن شاء الله. الابتسامة هو نظام إضاءة إلى الوجه وتدفئة إلى القلب. يا سلام، وهذه من الفعاليات قسم تلوين. يا سلام، وهذه الطفلة الجميلة عليها الوجه المبتسم. من الفعاليات اللي موجودة عندهم تصوير أجمل ابتسامة، وفيها سحب وجوائز. هذه غرفة التصوير، خلنا نصورها لكم من الداخل. يا سلام أستاذ بدر، يعطيك العافية. الفعاليات هذه يعني حتكون لمرة واحدة أو هي يعني سياسة وبعض الأمور راح تطبق صحيح من داخل العيادات في المستشفى؟ إن شاء الله، هي مبادرة، هي من الوزارة مبادرة، بس إحنا سويناها تحت العيادات تبتسم، خليناها كابتسامة متكاملة، بحيث انك لما تجي هنا تلاقي من الاستقبال لين تدخل العياده لين تروح الصيدليه لين تطلع من المختبر كلها تروح لكرت الموعد كلها مبتسمه لك لاجلك انت يعني. الله يعافيك. يا سلام، انا سعيد جدا بهذه المبادره وان شاء الله نلقاها في كل الدوائر في كل الاقسام. يا سلام، شوفوا كيف العبارات، الابتسامه هي افضل دواء، ابتسم. أبو عبد الله الجميل، هذا الرجل الأنيق المبتسم دائما، حبيب قلبي، كيف شفت المبادرة؟ مبادرة جميلة تبتدي بالابتسامة. إحنا كنا ندخل هني بس نشوف مبادرة ابتسامة نبتسم غصبا علينا. يا سلام، حتى لو مو نايمين كويس يعني وكذا. الشيء الثاني فعلا الناس حابة المبادرات الفعالية. ما شاء الله الفعالية جميلة، وكل الناس اللي هنا موجودين في المستشفى مبتسمين اليوم، من طقم المستشفى، الممرضين، الدكاترة، المرضى، ما شاء الله عليهم ما قصروا. الابتسامة جميلة اليوم، منورين المستشفى من هذه الشخصيات المجهولة اللي قاعدة تخلي الناس تبتسم، بس احنا نبغى نشوف اليوم ابتسامتها. ايش رايك حبيبي تكشف لي عن وجهك يا حلو؟ الله يا اخي، انت بدون هذا احلى يا اخي. نشوف وجهك يا حلو. يا سلام، كشفنا عنهم الستار. السلام عليكم.